أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات وبحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة. أشار أمنة إلى أنه تم مراعاة تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص في القانون الجديد من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة. تتبع اللجنة العليا للتراخيص عدد 339 مركز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي عدد 316 نشاط، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة. ولأول مرة تم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية. القانون كله حوافز ميسر، انت بتاخد رخصة بعد ما كان بتقعد بالسنين مش عارف تاخد رخصة، هتاخد رخصة في شهر، واذا انقضت المدة وما ردش عليك مراكز الاعتماد الرخصة تصدر بقوة القانون. في ميزة اكتر من كده؟ وعلى فكرة دي مش موجودة قبل كده خالص، دي جديدة، خطوة جديدة وقوية جدا، هتجبر مراكز الاعتماد على انها في المدة المحددة 60 يوم بتوع فحص الطلب لازم ترد بالإيجاب أو بالسلب، لأنه لو ما ردش في 60 يوم دول الرخصة صدرت.